مودان بير ماشي ضروري نمشي انا لا بونك في الكريدي ديال العلاقه ولا ممكن انني نشوفها على اش مبادره نشوف فرصه فهمتي دابا كاين مثلا الاخوه اللي شافوا فرصه كنصحك تزيد تسير سير حتى حتى العلاء اش مبادره سير طلب ربما يكون البروجي ديالك باقي خصك تبدع فعلاء اش مبادره انا كنظن 100% مستعده تبدع وهي خدامه على المستوى الاقليمي هذا اللي فيها مزيان يعني اذا شي واحد خارج الاقليم ما كتعطيهش وفي الاقليم تقريبا ما بين ها لا في الجامعه ديال العريش ماشي في الاقليم ماشي حتى القصر الكبير خدامه هي في العريش ومن البروجي اللي خرجت في العريش على ما اعتقد حتى في 2016 كانوا وصلوا حتى 120 بروجي وكان معدل سنوي 80 ما بين 50 60 80 بروجي كيخرج سنوي وخاصة هي كتخدم حتى على كدعم حتى البروجي ديال الترونسبور علما ان واحد النقطة اللي كتمشي تقول لهم بغيت كريدي باش ندير طوموبيل راه ما كيعطيوهالكش نمشي نقول لهم شنو هي فيه الناس اللي جات فيها عارفة هذه المسألة لان الكريدي كيقول لك ديك الطوموبيل غادا ولا بعدا غاتقلب لك او لا الله يحفظك المهم عاد تمشي سيت هذيك ما نقدرش نرد بها الكريدي ديالي فهمتي خاصة ملي كيكون عندك كريدي وعاد ردو فلهذا العائلة المبادرة كتخدم حتى هذه البروجي وخدمت خاصة البروجي ديال الموتر ديال ثلاثة ضربات اللي كاين في الأقليم ريكوردر خدمتهم بزاف راه جزء كبير من ميكرو بورتا اللي كاين في العريش هي خرجتهم لهاد الناس هاد من خلال ديك الخيدي ديال 3 مليون 4 مليون ديال سنتيم داكوغ